السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم في الحقيقة باش نعملوا مقابلة خاصة مع الشابة أو الأخت أو الإنسان التي معناتها اسمها سارة، واللي تحب تتكلم اليوم في موضوع يتعلق بالتربية في تونس ولا بصفة عامة في جميع العالم الإسلامي، يعني كيف الطفل يكبر ويتربى في المجتمعات الإسلامية بصفة عامة. وطبعا احنا ديما وقت نتكلموا بصفة عامة ديما ناخذوا مثل على حسب الشخص اللي نحكيه معاه باش يكون اقرب للواقع. كما قلت ونعاود نقول، المشكلة متاعنا احنا كشعوب مش ان ما نخممش، احنا نخمم، ولكن مع الاسف كثير منا يخمم ولكن ما يتكلمش. اذا كل واحد يصايب روحه هو وحده قاعد يخمم، ما يعرفش اللي الاخرين قاعدين يخموا زادة. هذاك علاش احنا نعملوا الفيديوهات هذه باش نقولوا للناس راهو الفكرة اللي تجيك في مخك راهو واحد اخر وواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر، ورانا الاف ومئات الالاف نفكروا ونعرفوا اللي فما مشاكل ونعرفوا اللي لازمها حلول. اذا مشكلة الطفل في العالم الاسلامي وفي تونس كيف ينشأ وكيف يكبر وكيف يتربى، هذه هي النقطة اللي باش نتكلموا فيها مع سارة. لكن قبل كل شيء طبعا خلينا نعرفوا شكوني سارة وناخذوا عليها فكرة وهي تعرفنا بروحها. أهلا وسهلا سارة. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة. أنا اسمي سارة وعندي برشا نتبع القناة نتاعك، مش برشا أسابيع قليلة، وريت أنه القناة متاعك كانت نجم تكون منبر باش واحد يعبر على فكرة ويفايق ممكن الناس مش واعين بالمشكلة ذي اللي هي معناها مترتبة عن الدين، وأنه زادة يقول للناس الآخرين اللي هو زادة يفكر كيفهم الناس اللي يفكروا كيفه اللي ويطرح القضية هذه ويخلي الناس تخمم فيها. ممكنش في تونس نجم تبدل، ممكنش يكون عنا تأثير في أفكارنا على الناس. موضوع اليوم كما قلت أنت التربية وعلى الأسس الدينية في تونس ومخالفتها النفسية والعقد الاجتماعية اللي تنجم تترتب منها. باهي، قبل ما نسألك الأسئلة، علاش معناتها وقتها حكينا شنو الموضوع اللي باش نحكيه فيه اخترت انت مسألة التربية؟ نحب نعرف علاش، ما هي الأسباب اللي خلاتك تهتم بالجانب التربوي للطفل في موضوع النقاش؟ هل عندك خلفية؟ هل عندك تجربة؟ هل عندك دراسة؟ هل عندك بحث؟ هل شنو اللي خليك معناتها تختار تعتبر التربية مسألة مهمة؟ هو فرويد يفسر مشاكل نفسية أصلاً من الانفانس، دي ما يرجع للانفانس، والمشاكل الاجتماعية اللي عنا هي مترتبة على طريقة التربية اللي عشنا فيها كأفراد في الأسر متاعنا. هذي هو علاش، مش على خاطر سبب شخصي، على خاطر نرى أنه المصدر متاع المشاكل الاجتماعية كلها. إذا قضي مسألة التربية، اخترت التربية لأن تعتبر أن كل المشاكل عندنا أو ما يسمى الأجيال الصاعدة هي أجيال معناتها تبنى في الصغر، كما يقال، يعني يقال المثل معناتها العلم في الصغر كالنقش على الحجر. هنا نحب نسألك سؤال معناتها على حسب معرفتك أنت، فما معناتها في النقاشات متاع الطفل وتربية الطفل، مشكلة تطرح في المجال التربوي بصفة عامة هي مسألة هل الإنسان يولد ورقة بيضاء أم الإنسان يولد حامل في الداخل متاعه معناتها مبادئ تربوية متاع أجداده ومتاع عائلته. فهمت؟ هذا معناتها سؤال يطرح في المجال التربوي. أنت حسب رأيك هل الإنسان يولد ورقة بيضاء أم يولد
وهو يحتوي على نوعا ما من التربية، وهذا نقاش كبير. أنا حبيت نعرف رأيك في المسألة هذه، خاطر المسألة جدا مهمة، فهمت؟ مهمة جدا. أي السؤال ذي حتى علماء النفس والنيورولوج ما قالوش معناها جواب، هو يبقى سؤال فلسفي، ما واحد ينجم يعبر على رأيه فيه. بون أنا نتصور إنه ينجم يكون شيء من النفسية متاعك تورثها من عند والديك، أما الأكثر لابارتي الأكثر إنه يلقنهلك المجتمع ويلقنهلك الأسرة والناس المحيطين بك وأفكارك اللي تتلقنهم من القراءات متاعك من المدرسة. هذا هو يعني انت تؤمن ان الانسان يولد ب كما نقولوا احنا مخزون نفسي من الولاده نتاعو. مثلا انت وقت حكينا في البرايد، فهمت؟ مثلا انا نعطيك مثال، زوز تويمة تولدوا فرد نهار وبش يعيشوا فرد ظروف ويعيش، تلقى فما شكون يجي هايش، فما شكون يجي عاقل، فما شكون يجي معناها يحب يسمع الموسيقى، فباش يكون يحب هوايته المسرح. هذه معناها رغم اللي عاشوا في فرد ظروف. ان توكا هو معناتها البحث العلمي على حسب الدراسات النفسية الأخيرة يقول ان الانسان صحيح يولد ورقة بيضاء، ولكن عنده القابلية، فهمت؟ يولد بقابلية تختلف من شخص لشخص. كل إنسان عنده القابلية، نقوله أحنا عنده قابلية معينة لكي يميل، عنده أكثر قابلية للميل إلى هذا المجال بدون هذا المجال، فهمت؟ ولكن رغم اللي كما قلت أنت مثلاً زوز توامة ولده، كل واحد خذا قابلية معينة من الأجداد متاعه، لكن عندما يولد هو يولد صفر معرفة، فهمت؟ معرفة يتولد صفر، ومن أول البداية وأول البداية متاع ما يسمى تلقي المعرفة عند الطفل ليس الولادة، وإنما وقت يبدأ في كرشمه، وقت يبدأ في كرشمه يتلقى المعرفة ويتعرف على الأصوات ويتعرف على معناتها كما نقوله أحنا يكسب كثير من المعرفة. يعني مرحلة الحمل هي مرحلة جدا مهمة، فهمت؟ وقت المرأة تبدأ حامل بالوليد، خاصة في الشهور معناتها الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، يعني الخمسة شهور الأخرانية، يكون الولد أكثر تأثير بالمحيط الخارجي متاعه. إذا هنا نسألك أنا سؤال، أنت حسب رأيك حسب ما عرفتك، هل كما نقوله أحنا الإنسان التونسي أو ما يسمى بصفة عامة المسلم، هل يوفر الظروف للولد متاعه وهو مازال في كرش أمه بش يعيش حياة سليمة؟ يوفر له هذه الظروف؟ مثلاً تلاحظ أي يعني في الغرب مثلاً المرأة كي تبدأ كي تحمل فقط يولي عندها معاملة خاصة، مثلاً تولي تميل أكثر للراحة، تسمع الموسيقى، تخرج تتمشى، تدور، بينما احنا نسام تاعنا حاملة وفمها على حلقها وهي تاكل في الترايح ويسح عليها راجلها، فهمت؟ ونهار كله تسيق وتنظف وتطيب وتقوم، يعني الوليد في كرشمه يطلع مهبول. فما نساء في تونس يقرأوا ويعرفوهم واعين بالحكايات هذوما، اما على غالب لا ماجوريتي ديما في اي مجتمع تكون جاهله، وهذا هو معناها اللي نعانيو فيه من تونس. اي ممكن فما ما فماش إحاطة بالصغير. احنا ما نتكلموش على الحالات الخاصة، ديما يقول لك فما اشياء خاصة، فهمت؟ احنا نتكلموا على العامة، يعني في المجتمعات نتاعنا سواء التونسية او الاسلامية بصفة عامة ليس هناك احترام للمولود قبل مجيئه، قبل ما يتولد ما فماش احترام. حتى مثلا نضرب لك مثال بسيط، ان مثلا في الغرب او في الدول المتحضره قبل ما يجيب وليد يحضر له كل شيء، احنا شق ودق وها وليد حبلت، يعني ما فماش حتى وعي، يعني
مثلا احنا جينا عن طريق نيكا، فهمت؟ مش عن طريق وعي. يعني بابا وامي وابوك وامك جابوك، ما في بالهمش بيك باش يجيبوك، ما فهمش وعي. بينما في الدول المتحضره يعني هذه مساله جدا مهمه، انك تكون انت تختار، انت يكون عندك الوعي باش تجيب وليد، مش يجي في غلطه ولا يجي في كيما نقولوا احنا في شهوه ولا في رغبه ولا ساعات في اغتصاب. واحنا نعرفوا مشكله الاغتصاب اللي معناتها في الاسلام، يعني يجوز للرجل ان يغتصب زوجته، فهمت؟ يعني هي تبدا ما تحبش وهو يجيها بالقوه ويغتصبها ويحبلها. وتقريبا اكثر الاولاد اللي معناتها مولودين في الشعوب الاسلاميه هي هم اولاد اغتصاب، رغم اللي بعقد زواج. شنو رايك في الموضوع هذا؟ صحيح، انا نراها المشكله الكبيره اصلا، انه ساعات ما يبديش مرغوب فيه الصغير هذيك. ساعات انا ريت ولت البارح تفرجت في برنامج لبناني يحكي على اللي نسي امراه حبلت 12 مره، علاش؟ لانها وكل مره تجيب طفله ومازالت عمرها 50 سنه ومازالت تحب تجيب باش تجيب طفل. كيفيه هكا البنات هذوكم يعني كان وغير مرغوب معناها وجودهم، كيف عاشوا وتربيوا بالصغرى على ليدي انه ام وبوه ما يحبوهوش يكون هو موجود اصلا. معناها نراها صعيبه انه نفسيه الصغير. هذه مشكله اخرى ساره، هذه مشكله تعالوا نحكيوا عليها احنا. الموضوع هو ما يسمى التفرقه بين الذكر والانثى، الوليد الطفلة في التربية، فانتم اختلاف هذا كتو نحكيو عليه. أما خلينا في مسألة الوعي في الإنجاب، وعي في الإنجاب والاهتمام يعني والاختيار. معناتها الإنسان يختار مثلا امرأة وراجل يختاروا باش يجيبوا وليد ويحضروا له ويكونوا مستعدين لإنجاب ذلك الولد، فهمت؟ هذه من ناحية. من ناحية ثانية الاهتمام بالولد هو في كل جمهور، يعني لازمها الأم وقت تكون حبلة تكون في حالة نفسية مرتاحة، لازم الراجل يقوم بتضحيات. بينما هذه مسألة مع الأسف لا التربية الإسلامية لا التربية الاجتماعية لا التربية الثقافية تسمح بذلك الشيء. إذن الوليد من اللي يتوجد في كرشمه وهو يعيش الصراعات الخارجية للعائلة متاعه، كما قلت أنت مثلا عدم الرغبة، وإلا مثلا في عدم الرغبة فيه كشخص، ولا عدم الرغبة فيه كجنس ولد ولا بنية، وعدة أشياء أخرى. وساعات يجي وهم ما يحبوهش يجي أصلاً، يخليوه على خطر حرام الإجهاض ولا يجوز الإجهاض. يعني معناتها الحرام هو أنك تجيبه للدنيا وما تحبوش، صحيح؟ هذا هو الحرام لو كان فما حرام، فهمت؟ صحيح، ظاهرة ذي موجودة أنا نرى، أما في تونس قاعدة تنقص أنا خطر الظروف الاجتماعية والمادية متاع الوالدين، ما عادش تسمح انه يجيبوا بعد ينسى اسمه قبل يجيبوا بالعشره. اليوم فما وعي، تولد الوعي وموجود وناس وليت تعرف وقتاش تجيب صغار. نرى في تونس يعني تشوف انت في تونس الوضع احسن، يعني تحسن. فهمت؟ مساله مثلا انت مثلا قداش عندك من خو مثلا وقت؟ انا عندي زوج اخوات بنات. كلكم بنات يعني؟ اوكي، يعني ما عندكمش ولد. وهذه المساله انها نرجع لمساله الولد والبنيه. ابوك وامك ما يحبوش يجيبوا وليد؟ لا، انا الحمد لله في عائله معناها ما عندهمش الفكره ذي اصلا. لا، ما حسيتش بروحي انه با ولا ما معناها ندمين انه عندهم ثلاثه بنات. لا بالعكس، فرحانين. باهي، هنا فما مسألة إن فما ياسر عائلات اللي مثلا يجيبوا البنات برك ويجيبوا الأولاد، إنهم يربيوا الطفلة يعني الطفلة تكون أكثر محبوبة كي يبدأ ما فماش وليد، على خاطر كي يبدأ فما وليد يفسد عليهم اللعب. ممكن ما نعرفش. ما تعرفش يعني أنتم كلكم بنات ما تعرفش، يعني معناتها معناتها من أنا ناقشت في الموضوع هذا مع ياسر عائلات اللي عندهم البنات، ديما اللي عندهم البنات فقط وضعهم النفسي ووضعهم معناتها في التربية أحسن بكثير عندما يكون فما وليد. الوليد يولي
يعني ينغص ديجا معناتها في الاول قبل معناتها ما يكبر الوليد يعني يكون عنده معامله خاصه فهمت، وهذا يسبب غيره البنات فهمت، خاطر الوالدين ديما يحبوا الوليد اكثر من الطفله، ووقتها يكبر يولي يتحول الى سلطه مع سلطه الاب وسلطه العائله زايده عليهم، يعني الطفله كي يحبوها تكون اقل حريه كي يبدأ عندها كلهم بنات. اي صحيح، هذه العقليه نتاع المحرم واللي تخرج معاها اللي تمشي تبدا ماشي البلاصه ولا اي موجوده في تونس، موجوده حتى لتو في بعض العائلات وخساره ان شاء الله تتنحى. انت قل لي مثلا انت من ناحيه الحريه يعني كي تربيت انت واخواتك البنات يعني تربيتوا في جو حر، يعني كانت عندكم نوعا ما حريه، حرية في الخروج، حرية في الدخول، فهمت؟ يعني أعطيني فكرة، خليني على حسب تجربتك، على حسب تجربتك أنت، على حسب تجربتك أنت، خلينا نحكيه في الحالة بتاعك اللي هي يمكن تمثل تجارب ياسر عائلات أخرى، فهمت؟ أحكي لي شوية. إن محبش روحي اليوم الإكزامبل خاطر جو سخي با لو بون إكزامبل. علاش ما تكونش المثل؟ أكيد على خاطر خاطر أمي وبابا زوز متثقفين، الحاجز الكبير اللي كان عندي هو المجتمع، أنه المجتمع هو اللي ما يخليكش تعبر على كل شيء، تلبس اللي تحب، تخرج وتمشي فين تحب، هذا هو. لكن في بعض الأحيان يا سارة أنا مثلا نعرف شخص عنده معناتها هو صديق ليا وعنده بنات وكل شيء، وهو إنسان متفتح ومرته إنسانة متفتحة يعني بالكده بالكده، يعني الناس متفتحين، لكن مجبور باش يكون صعيب مع بنات مع بناته، ونقول له أنا علاش أنت صعيب مع بناته، يقول لي أنا شخصيا ما عندي حتى مشكلة، كان جاوب عاد في دولة أخرى ما يقلقونيش، أما المشكلة هي المجتمع شنو يقول علي أنا. اي انا بابا ما يحبنيش نلبس معناها ديكولتي مثلا خاطر يخاف من نظرة المجتمع، مش هو معناها اللي خاطره متشدد، ليه العكس يعني المجتمع هو المشكل، والدين خايفين على صغارهم المجتمع، يعني المشكلة يعني حتى ولو الشخص الأب والأم يكونوا ناس يعني كما نقولوا واعين، المجتمع نظرة المجتمع هي اللي تحكم. هنا خلينا نتنقلوا الموضوع آخر يعني في نفس المجال، هل ترى انت تو مثلا معناتها عندك فكره يعني، واكيد معناتها سافرت وشفت دول اخرى ومناطق اخرى في العالم، هل ترى التربيه في الدول نتاعنا تختلف على الشعوب الاخرى، على الثقافات الاخرى والحضارات الاخرى، يعني تربيه الطفل انت عشت كيفاش تربيت وفي المجتمع نتاعك تونسي، واكيد شفت معناتها كيفاش هما يربيوا الاولاد نتاعهم، هل تنجم تقول لي شنو الفرق اللي موجود، كيفاش هما يعاملوا الطفل وكيفاش احنا نعاملوا الطفل؟ اعطيني فكره. هذا سؤال اللي كنت نستنى فيه من بكري، وهذا سؤال اللي هو باش يلخص كل شيء. انا نرى انه التربيه مختلفه تماما على تربيتنا في تونس. علاش؟ كل واحد في تونس كي جاي للدنيا هذيا لقى سجادة، لقى مش الناس الكل، لقى قرآن في دارهم، لقى أبوه ولا أم تصلي مش تيمة، أما الكرويونس الغالبة في المجتمع متاعنا هي الإسلام، لقاه دونك جات فكرة الإله، فكرة الدين مسلمة خذيها من عند والدي ولا من عند في المدرسة في التربية الإسلامية أي واحد في تونس، دونك ما فكرش ما تسألش على وجود الإله أصلا على خاطر محرمة، على خاطر الإسلام واللي هو الدين اللي جاء فيه يحرمها الحكاية هذه أصلا، باش يسأل أمه ولا أبوه ساعات يكفروه ولا يقولوا اسكت أحرام، ما تسألوش السؤال هذي، وهذه هي المشكلة بيان سور، وإنه الدين اللي تربى فيه دين كان يحرض على العنف، انه اضربه يقول الدين زي انه طفل كي يكون عمره 7 سنين لازمك تحكي معاه باش يقوم يصلي وبعد 10 سنين تضربه،
معناها مبرر للعنف ويتربى في بيئة عنيفة مش الناس الكل بطبيعة سديبو من وعي تاع الوالدين ويتربى في خوف وما يعرفش الدين كما من المفروض يعرفه. معناها واحد نورمالمون يتسائل تساؤل الوجودي هذاك على الإله، شنو هو الإله وشنو هو وجوده كيفاه تخلق في الدنيا ذي، ومن بعد يكفي هو لي كرويونس بتاعو يوصلوه لدين معين، هو اللي ياخذ فكرة الإسلام ومن بعد يكفي هي اللي تقدم له فكرة الإله. دونك تقولش عليك بنيت بنية على أسس غير صحيحة، وهذه اللي ولد مشاكل نفسية. تفهم فيها ولا نفهم فيك؟ كمل إن شاء الله الفكرة واضحة. دونك من المشاكل النفسية اللي نحب نطرق لها إنه الكبت اللي ولد التحرش الجنسي عند صغير، كيف يجي تجيل طفل صغير تقول له ما تسلمش على فلان بالبوس وما تحكيش مع البنات مثلا الطفل الصغير يقعد يتسأل فيها ذيك علاش، وتكون له عقد وكي يكبر العقد ذيك يكبروا معاه. دونك هني يولي يتحرش جنسيا، يولي اصلا عنده برود جنسي يخلفها الحكاية هذية، انه يولي ما يتصلش بالجنس الاخر ويبعد عليه. حكاية اخرى انه كي تعطي فكرة مسلمة لانسان صغير وتقول له هذه هي الحقيقة تمنعه انه يخمم وانه يرى خارج اطار الفكرة هذيك، وتخلق من المجتمعات متاعنا مجتمعات مستهلكة للأفكار وما هيش قادرة انها تتطور وانها تتحسن، على خاطر كل واحد له بالاخر، هاكا هذيك قاعد يشرب، هاكا هذيك قاعد يزنى، وحتى واحد ما يتلهي بروحه ونقدمه. هذه المشكلة انا نراها مشكلة في تونس زادة الكبيرة. التربية الإسلامية تتقرق بالفلسفة، الفلسفة حقها تتقرق بالتربية الإسلامية، واحد يتسأل على الوجود نتاع الإله وبعد يكشي يوصل للدين هو وش حاب يتبع. صحيح ولا صحيح؟ فما اللي يقول لك ما انت في عود ندرسوا التربية الإسلامية، ندرسوا الأديان، يعني في فترة معينة لازم يدرس الفلسفة باش يفهم طريقة التفكير المنطقية، ثم ندرسه أنواع الأديان وتاريخ الأديان. صحيح، أنه مش بالضرورة التربية الإسلامية تكون أوبسيون، يختارها كيف هو يحب يعرف الفكر الإسلامي شنو، ويتتقرى معها زيادة أديان أخرى هو واحد واللي غشاخش بتاعه، باش هكيك نكونه مجتمع واعي وعارف شنو. مش ما نكونوش نفوس منفصمة في الشخصية، نكونوا ناس تفكر وتنهض بالمجتمع. ذي هي حاجة أخرى حبيت زيدة أقولها، إنه زيدة فما عائلات يتربى طفل ما عندوش الحق يلعب بالعروسة، يلعب ولا يعمل موسيقى، ذيك الكل حرام، ذي قتل الإبداع. أنا نرى عند الصغير ذي خلينا معناها مجتمعاتنا ما يتكونش منها مبعدين ولا مفكرين. زيد هذي هو معناها زيد، فما زيد التمييز بين الطفل والطفلة يخليه أنه الطفلة زيد تعيش غير قابلة للجسد نتاعها ومعقدة في الجسد نتاعها، تقولها برا تمشي تعوم بجبة هي والطفل يمشي بشورت، معناها تخلي هذيك هكا تمييز يحس الطفل صغير. ولكن تقعد يقولها سكر ساقيك. صحيت، هذوما الحكايات الصغار راهو هي كلمة تتقالي صخايبوه، أما هي تولي التساؤل عند الصغير علاش يقولوا لي هكايا، اللي مازال ما فاقش بالفي سيكسويل متاعه واللي تبقى له في الانكونسيونس وتولي مرض نفسي نهار آخر، معناها يتجسم في أنه يولي يختصب ولا يولي معناها أسيكسوي ولا يولي
يعني عدة ظواهر من هالحكاية ذي، وهذه تبرر زيدة سلطة الرجل على المرأة زيدة، إنه التمييز، إنه راك ناقصة، راك عندك ديفو في بدنك، يولد إنه النرجسية عند بعض الرجال، إنه هو المتسلط والمرأة هي ديما الخاضع، وهذه كلها وراءها الدين اللي هو مش ظاهر، إن وراءها أمام تخفي وراءها الدين، وراءها المعتقد يعني تقصد. أي نرى المشاكل الاجتماعية الكل من غير حتى إكسبسيون وراءها الدين. علاش المشاكل هذه موجودة في مجتمعنا معاتنا نحن معناها متفشية، علاش مش في المجتمعات الأوروبية؟ ذوما الحاجات تلقاهم في المجتمعات المسلمة معناها أكثر. خليني نسألك سؤال آخر. احنا نعرف اللي أهم سنوات تكوين الطفل يعني التربية بتاع الطفل، وهذا معناتها بالنفس يقول مش أنا، إنها السنوات الأولى خاصة، يعني كما قلنا احنا حكينا اللي قبل الولادة عنده دخل في تربية الطفل، يعني الجو اللي يكون داير الولد من أمان وراحة المرأة النفسية وغير هذا يأثر على الطفل معناتها في كرشمه، وثم ما يسمى بالسنتين الأولانين يعني العام الأول والعام الثاني. وإحنا نعرف اللي السنتين الأولانين العام الأول والعام الثاني الطفل يكون ملتصق، النجم يقوله 90% بأمه، حتى البو ما يلعبش معاه ياسر، فهمت؟ يعني يكون أقرب الأم. يعني هنا ألا ترى أن معناتها الأم هي العمود الفقري لتربية الطفل، رغم اللي هذه الأم اللي إحنا نحكيه عليها هي تعرضت في حياتها الاضطهاد، ويمكن تعرضت معناتها الاضطهاد حتى وهي كبيرة وهي حامل، وحتى عندما جابت الولد فهمت تتعرض للاضطهاد وما يسمى سلطة الأب أو سلطة الرجل عليها. ولكن وتنجيو نشوفوا هذه الأم شنو نلقاوها، نلقاوها تربي ولدها أو بنتها على نفس نمط الظلم اللي موجود. يعني لازم تجي تقول لبنتها مثلا، تجي تقول لبنتها لازمك تسمع كلام بوك، تسمع كلام خوك، لازمك ما تخرجش في الليل، لازمك ما تخرجش تلعب مع الولاد، بينما الولاد معناتها وتقول لها مثلا لازمك تعاوني في الماعون وتعاوني في التنظيف وكذا، بينما الولاد تقول له برمشي يلعب الكرة مع أصحابك، اخرج على روحك وقت اللي تحب اعمل. اذا هذا الفكر ما يسمى السكسيزم، يعني التفريق بين الرجل والمراه، المراه هي مظلومه فيه من الاول نتيجه المعتقد ونتيجه الاسلام والتربيه والثقافه الدينيه، هي تعاود تكرسه في الاولاد بتاعها. علاش حسب رايك انت كمراه؟ علاش؟ بيان سور المراه مدرسه، اذا اعدتها شعبا طيب الاعراق هي الأمراض النفسية ذي متوارثة، إنه مثلاً إنه أنا تسلط علي عنف برشا كي كنت صغيرة وما تعلمتش نعبر، باش نرجع نهار آخر على صغاري بيان سور، باش نصيح عليهم نولي، خاطر تعلمت نعبر بالصياح، ما توصل جملتي كان كنصيح في بيئة أنا تسلطت علي برشا قمة، من نجم نعبر كان بالعنف ذيك، والصغير زادة اللي بشي يتربى في العنف بشي يعديه لصغاره، هذه مشاكل ليه متوارثة، والعقد النفسية انه زادة المرأة زادة تكون معقدة من الجسد متاحها وكل شيء، باش تعطيها لبنتها، تعديها لبنتها، تقولها زادة ما تلبس شكية حتى انتي كيما عملت لها امها هي. اي يعني هنا رجعوا اللي عدم معناتها التربية الصحيحة، أنت قلت قبليك معناتها الراجل والراجل والراجل، لكن المرأة مشاركة فيه طرف كبير جدا خاصة هي الأم. أي صحيح، بون مسؤولية الزوز، تربية هي مسؤولية الزوز، مسؤولية الزوز، لكن سامحني سنتين أولين أهم نقطة اللي تربى فيها الولد هو الولد تحت تصرف أمه، يعني الأب بعيد، أنت الأب أنت في الدول متاعنا معناتها بالحقيقة ما يتدخلش ياسر في تربية الأولاد. الحاجة اللي علموها لنا، نتذكر أنا معناتها الحاجة اللي علموها لنا معناتها في الوطن، نشوف أنا نحكي مع جماعة وبصفة عامة، تجي تشوف ديما الأم تقول لولدها وقت يجي بوك لازمك تتبدل، يعني الطفل تعلمه عن النفاق من الصغر متاعه، يعني هو يكون يلعب على روحه،
كي يجوبوك ما تعملش كل حاجه هذيك قدامه. يعني المراه يعني هي بطريقه انها تخايب روحها تدافع على الولاد نتاعها وتحمي في الولاد نتاعها، لكن هي تعلم في الولد نتاعها النفاق. يعني الولد يتربى عنده تصرف مع امه بطريقه، يعني يكون اكثر حريه مع امه، تصرف مع ابوه بطريقه، تصرف في المجتمع بطريقه، تصرف في المدرسه بطريقه، تصرف مع اصحابه بطريقه. هذايا ما تشوفش اللي النفاق اللي علموهولنا من الصغر نتاعنا جدا مهم انه يخلينا عندنا عقد نفسيه. اي اي واحد تعلم ديما يكذب وديما يخبي باش يقعد حياته كامله يعمل كيكه. وذي انا نراها انه شوف شنو يصير للطفل في تونس، انه يتعلم التربيه الاسلاميه وياخذ هذيك مسلمه انه الدين صحيح هو دين الاسلام، وانه الاله موجود، كل الافكار هذيك يتبناها ويوصل للسكوندير يقرا الفلسفه. وقت اللي يقرا الفلسفه وقتها وين يدخل بعضه، اللي يقول هذا كفر الشق الاخر، واللي يسمع ويدخل بعضه معناها، واللي يختار انه يفكر ويرسله يرجع لك النتواياج متاع العقد اللي صارت له في التربية متاعه. انت خفاي كبير ياسر ساعة خاطر كي تبني بنية وفيها ديفويت وتحب تصلحها باش يبقاو لديفويت، اما باش ترممها من برا باش يبقاو غادي لديفو. وهذي هو اللي يولد معناها شخصية سكيزوفرين، شخصية منفصمة في تونس. معناتها منفصم الشخصية، عنده شخصيتي، عنده مش شخصيتي، عنده ألف شخصية. أنا توا نشوف مثلا عنده تصرف حتى مع أخواته، ما يتصرفش مع أخوه الكبير كيما مع أخوه الصغير، ما يتصرفش مع صاحبه هذا كيما مع صاحبه هذا. إيه خاطر عنده عقد هو تربى عليه وواعي أنه تصرفه فيه خلل، و مرض هو يبقى في الكونسيونس وما يتنحى كان ما واحد يرجع ينحيها فكرة الأفكار المسلمة على شيرة، يبدأ من أول وجديد يحط مكالبانية ذيك ويبدأ يبني من أول وجديد. أما أنه باش يورثك الموروثك الفكري أنه يحب يصلح هذيك صعيبة وما تجيش أصلاً، معناها باش تبني فكرة صحيح يلزم تبدأ من الأول. فهمتني؟ فهمتك. نسألك سؤال. باي. هل معناتها احنا نعرفوا اللي الطفل معناتها كيما نقولوا احنا يتلقى كثير من انواع من التربيه على حسب اللاج نتاعو، على حسب العمر نتاعو يتلقى يعني كثير من انواع التربيه. يعني كل انسان في المجتمعات نتاعنا مش كيما مثلا في المجتمعات الغربيه تلقى اللي يربيه هما الوالدين، فهمت؟ بينما في المجتمعات نتاعنا كل واحد دخل روحه في التربيه، فهمت؟ اذا انا نحب نسالك سؤال بسيط، هل يكون مثلا نفترضوا مثلا بو وام معناتها واعيين ويعملوا في تربيه سليمه للابن نتاعهم، هل تتصور ان المجتمع يتفسد تربيه الاولاد؟ يعني هل تربيه الوالدين كي تكون معناتها ممتازه وطيبه هل تحمي الطفل نوعا ما من تربيه المجتمع وتربيه الاعلام وتربيه الحي والمدينه والمدرسه والاصحاب والاعلام والمجتمع وكل شيء؟ يعني هل التربية متاع الوالدين تكفي وحدها باش تحمي الطفل من العقد النفسية؟ هي تربية الوالدين تلعب دور معناها كبير في 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 النمو الشخصية متاع الإنسان، أما الجزء الأكبر أنا نراه تلعب المؤسسة التربوية غادي وين يقضي أكثر وقت وين يتبنى الأفكار اللي يقراهم في الفلسفة في مع عديد المواد معناها الكل. و بون انه التربيه السليمه نتاع الوالدين ما تكفيش هكا، هاو يلزم الاحاطه التربويه في المدرسه، يلزم زيد المجتمع، زيد المجتمع زيد يربي المجتمع زيد قاسي زيد المجتمع الجوجمون نتاعو اقصى من عقابه اقصى من عقاب الوالدين. دونك نرى انه ما تكفيش برك
تربية في الدار. يعني أنت تشوف اللي في المجتمعات بتاعنا أو في المجتمعات الغربية أو المجتمعات اللي معناتها نسميها متحضرة، يعني التربية هي نفسها موجودة في الإعلام، هي نفسها موجودة في المدرسة، هي نفسها موجودة في البيت، بينما إحنا لا، التربية تختلف. فهمت؟ يعني قد الوليد يربيوه تربية في البيت متاعه، ولكن المدرسة تفسد التربية اللي رباها الوالدين الكل، فسد. وهنا مشكور الوليد يتعلم النفاق أكثر. إذن هنا الأسلوب التربوي اللي يتبع في تونس، اللي هو أسلوب يعني قديم جدا، وأسلوب يعني ما يأخذش بعين الاعتبار مثلا نشوفه في الدول المتحضرة، بين قوسين أقول أنا بين قوسين متحضرة، قلنا فما متابعة، المدرسة التعليمية تتابع الطفل داخل الأسرة، بينما إحنا لا، يعني المؤسسة التربوية لا تتابع الطفل. يعني الوليد وقت يخرج من المدرسة يولي إنسان آخر ويبدل الطبع متاعه ويولي طبيعة أخرى. صحيح. يعني فما تناقض، فما تناقض من بين التربية بتاع المجتمع والتربية بتاع المدرسة. أنت أنا نسألك سؤال معناتها خاص هوني، علاش معناتها هل إحنا ما عندناش معناتها مفكرين وباحثين باش يحسنوا النظام التعليمي في تونس وباش يوعيوا؟ ما عندناش إعلام ينجم يوعي سوى العائلات، سوى معناتها باش يبني نظام تربوي فهمت سليم. هل المجتمع يرفض ذلك، أم المؤسسة الحكومية لا تريد أن الشعب يتربى ويولي مثقف؟ شكون شكون المشكل هوني؟ المجتمع هو اللي يعمل ضغوطات، يعتبر أن تغيير أسلوب التعليم يهدد فهمت، يهدد معناتها سلطة الأب داخل الأسرة، سلطة الأب داخل الأسرة، أم أن المؤسسة الحكومية لا تريد ذلك لأنها تريد تتواصل على الجهل والتخلف اللي قاعدين يتربوا عليه الأولاد بتاعه؟ أعطيني رأيك في الموضوع. أنا نرى أني ما فهميش اتصال بين المؤسسة التربوية والتلمبة، تلمبة صوتهم مش مسموع، واللي معناها يرى البروف يرى روحه كي يهبط النيفو مستوي بتاع التلميذ يحكي معاه في كورة، في حكي يرى في روحه يطيح قدره. الله كهني مثلاً أنها تلقاه يفادلك معاهم، يحكي معاهم على الموسيقى على الحكايات، أما ما فماش قرب. طو مؤسسة تعليمية متاعنا في تونس قاعدة تلعب في وظيفتها التعليمية أما التربوية ليه؟ خاطر ما فماش قرب بالتلميذ، ما فماش إنه تاخذه كصاحبك، فما سلطة وفما تلامذة خاضعين المنظومة التربوية والأوامر الأساتذة والقرارات متاع وزارة التربية، اللي يلزم يكونوا التلامذة مساهمين فيها، خاطر التلامذة هما اللي متعرضين للمشاكل متاع القطاع التعليم، هما الضحايا في الأخر. أي ما تشوفش هذية هذية من البيروقراطية، راهي هذية أصلها من ناس شادة تحكم وما هيش تعرف شنو كسكيليا سور لو تيران. يعني انت تصور اللي معناتها الحكومه جاهله؟ اي انا نتصور العكس، ان الحكومه تعرف كيفية. انا نتصور الحكومه تعرف كل شيء، لكن ما تنجمش على خاطر المجتمع يعمل ضغوطات ما يحبش. المجتمع متمسك بتقاليد وعادات قديمه يحب، يعني كان هما يبدلوا لهم النظام التعليمي ويبدلوا لهم كما نقولوا كل شيء، بشوقع كما الطفل، خاطر هي الفكره بحد ذاتها لو تشوفها انت هي ترجع بالدين، هي الرب الواحد، السيد الواحد، الرسول الواحد، القران الواحد، سلطه الاب. هذه القوله قم للمعلم وابتدي التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا، يعني يربط لك المعلم كانه رسول. اي صحيح، هاي هذه الأب هو رب الاسره، يعني هو كانه الرب، كانه الله، يعني سلطة الأب هي سلطة الله، وسلطة المعلم هي سلطة الرسول. يعني أنت في الحقيقة تلقى روحك في منظومة متاع فكرة السلطة، ترهيب، الترهيب، الترهيب والخوف. هنا مسألة دينية مهمة جدا تدخل في عملية تكوين، وأنا نشوف اللي الحكومات متاعنا قطر عنا دكاترة قراوا البرة وقراوا في أمريكا وقراوا في فرنسا وقراوا في إنجلترا
وقرأوا في عدة دول ويعرفوا النظام الصحيح للتربية، لكن المجتمع جدا متخلف لا يقبل هذا الأسلوب. اي صحيح، بون يخوفك من المعلم بتاعك ما يخليكش تحب المادة وتقرأ لها، تخليك على خوف من انك ما تنجحش. حتى ذي المسألة زادة في ما يتعلق بالإله، زادة انك تصلي خاطرك خايف بالنار باش تدخل النار، ولوخك مش ما تعلمش تحب الخالق بالنسبة اللي يمنوا بالخالق. فهمتك يعني 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 بالمبادئ يعني والقيم. الخوف هو الإسلام يقوم على الترغيب والترهيب، على الترغيب والترهيب، يعني يا ما يطمعك احنا حتى اولادنا نربيوهم، تعمل كل حاجه نعطيك كل حاجه، ما تعملش كل حاجه نعطيك تريحه. هذيك في بلدان اوروبيه ما عندهمش ذي احرام وذي راهو ما تعملهاش راهو خاطرك تدخل النار، يربيه خاطر يحترم نفسه باش الاخر يحترمه، انه ما يكذبش على غيره باش الاخر ما يكذبش عليه، على قيم انسانيه ماهيش دينيه ترهيبيه. به خلينا معناتها ننتقلوا لثلاثه نقاط معناتها مهمه اللي نحكي فيهم. قريتش على تيوري دو جور، ما يسمى نظريه الجنس؟ لا نسمى الناس نحب نعرفها. هذه تيوري دو جور انطوكا تطبق في هولندا هوني، فانت اما في فرنسا طبقوها عام لكن خرجت مظاهرات ونحاوها. تيوري دو جور هي ما يسمى نظريه الجنس، هي نظريه تقول انه يجب الطفل يربى على اساس انه لا ذكر ولا انثى. يعني ما لازمناش خاطر يعتبروا نظريه الجنس تعتبر ان فكره اني انا ذكر وانت انثى هي فكره غرسها المجتمع فينا من الصغر بتاعنا. لهذا لازمنا نجيو نربيو الاولاد على اساس ان حيولهم هذه الفكره باش يكون عندهم نوع من فتره المراهقه يولي يعرف روحه فيها شنو هو بالضبط، شنو يحب. هذا سبب هما معناتها وقت يجي يقول لك اللي انت راجل وهذاك امراه ونعطيو ونقسموا نعطيو حوايج النساء هذوما وحوايج الرجال هذوما، لعب النساء هذوما ولعب الرجال هذوما. هذا يقلل اول حاجه من الطاقه الفكريه لدى المراه، فهمت، او لدى الرجل. يعني فما اشياء الرجل ما يبدعش فيها لانها يعبرها في مخه في اللاشعور بتاعه اللي هي تابعه للمراه، واللي المراه بحد ذاتها ما تبدعش في بعض المجالات لانها تعتبر هذاك تابع للراجل. وحاجه اخرى انه يوقع انه كثير من ليزوموسيكسويل مثلا تلقى راجل وعنده توجهات انثويه لانهم قالوا له ذكر يخفي هذيك التوجه الجنسي نتاعو ويعيش معذب جنسيا لانه هو يعتبر راجل وكهول المراه تعتبر روحها امراه. المهم هو موضوع جدا طويل هذا مانيش باش نحكيو فيه ما دامك انت ما عندكش معرفه يعني بالموضوع، اما نجمو نعملوا له موضوع معناتها مره اخرى في معناتها في حلقه اخرى بعد ما تطلع عليه، على خاطر انا معناتها قلت عليه ياسر واعتبرته جدا مهم. ننتقلوا للمساله الثانيه معناتها الزادة هي المهمه، مساله عقده الجسد. أو عقدة الجسد أو ما يسمى عدم الرضا عن النفس. نتصور اللي المرأة تتعرض لعقدة الجسد أكثر من الراجل، فهمت؟ رغم أن الراجل بيدو يتعرض زد لعقدة الجسد، وفما نوعا ما معناتها هو الموضوع كيفاش أنت تشوف هذه معناتها مسألة مثلا التعرية، يعني خبي مثلا. أنا نتذكر معناتها نحكي لك معناتها قصة نتذكرها وأنا صغير، فهمت؟ كنت قاعد في ناكل، فهمت، في على طاولة وعادي مثلا كده في تاكل في طاولة مثلا راسك يوجعك ولا كرشك يوجعك تقول لأمك وبوكرة وكرشي توجع فيا، صحيح ولا؟ صحيح. ولا مثلا راسي يوجع فيا، أنا وقتها كنت صغير ما نعرفش، فهمت، قلت لهم سبي يوجع فيا كلهم غزروني، قلت لهم مش بيك مش فهم، فهمت، قالوا لي ما عادش تقول الكلمة هذه، شنو ما عادش نقولها؟ شنو كي نقول كرشي ونقول صبعي ونقول راسي ونقول وضني ونقول عيني ما تكلمونيش؟ لا، والمشكلة توا في تونس انه يقولها بالفرنسي يقولها بالانجلي، اما باللغتو لا، هذه السكيزوفرينية الكبيرة اللي موجودة في المجتمع. اي جوستومون هذه المشكلة، ساعات هما كلمات نقولوهم بالفرنسي، فهمت؟ مثلا ما نعرفش حتى ماغد،
تقول ميغد تقول اخرى يقول لك على وجهك. ايه صحيح ميغد تتولي تظهر مودرنك وتحكي بالفرنسي. علاش شنو هي المشكله هذه؟ شنو هي المشكله؟ علاش عاملين عقده الجسد مثلا؟ انت كامراه عايشوك عقده الجسد او لا؟ اعطينا في دار اللي امل المجتمع. اي اعطيني امثله مثلا. اي انا كي كنت نمشي للليسي كنت نطلع في المترو، المترو يبدا 7 متاع الصباح معبي عادي جدا، وانا التحرش الجنسي معني موجود وشيء، انه تحس روحك مرفوضه في المجتمع ذي، وانك حتى كي تتكلم في اللاماس ذيك في العبيد ذوكم في المجموعه انك انت الغالط، وما تتكلمش وتسكت وتخاف. يعني كي تتعرض لتحرش جنسي داخل المترو لازمك تسكت. اي اي انا صارت لي برشا فزيت وسكت. اي علاش تسكت؟ علاش ما تكلمتش؟ كنت نخاف، ما نعرفش انا ما نكونش توا نجم نقول، اما كنت نخاف بالحق ونحشم ونحمار وما نحكي لحد زيد. اي علاش؟ علاش حسب رايك خوف هذا الكل؟ خوفة على خاطر المجتمع قاسي، راك انت غلط. يعني عنصر الخوف يعني هنا يقول لك، فما معناتها في البحث النفسي يقول لك الولد كي يتربى على الخوف مستحيل يطلع انسان سوي او سليم او مبدع. صحيح. احنا معناتها الحقيقه الخوف نتربوه في كل شيء، احنا حبر من تولدوا ساعه كيما قلت لك معناتها في كرشمنا نتعرضوا للخوف، وقت نتولدوا يجيو ياذنونا في وضنا يفجعونا، وليد مازال كي الله اكبر الله اكبر مازال كي تولد ما يعرف حتى شيء، يقعد تسمعوا موسيقى تاذن صوت اللي ياذن في ودنه تلقاه صوت بتاع حشاك بغل، فهمت؟ ومن بعد هو زيد يكبر شويه يشدوا يطهروه، ومن بعد معناتها يعلموه يخوف، يخاف من بوه، يخاف من كبير الحومه، يخاف من المعلم، يخاف من الشرطه، يخاف من الجيش، يخاف من كل شيء. يكبر الولد يخاف من المجتمع، يخاف من المجتمع، من نظرة الناس ليه. يعني كيفاش يكبر هذا الوليد؟ يعني احنا ما عندنا حد اللي مازلنا عايشين راه. يكبر عنده حل، يا يعني يمشي ترشق روحه في سوريا، يا يمشي معناها فرد مرة يقول لهم معناها يتعصب الفكرة أخرى، أي فكرة أخرى تنجم تكون معناها. يكبر خاطر الكبت والطريقة هذه تولد الانفجار، باش يخرج من المنظومة ذيك ومن حاتة متاع والديه باش يعمل اللي في مخ. به نطلق له الموضوع الثاني، يعني الأخير بريتو، نطلق له الموضوع ما هي هو مسألة العنف. العنف داخل الأسرة، ما نعرفش أنت كان تعرضت للعنف، والعنف راهو أو ما يسمى بالإرهاب. إرهاب ليس فقط إرهاب جسدي، قد يكون إرهاب نفسي وإرهاب فكري وإرهاب اجتماعي. يعني مثلا ساعات كلمة يقولوها لك أمك ولا أبوك ولا أختك، مثلا نضرب لك مثال، تلبس حاجة فهمت، تخايب روحك أنت لابسة هذيك، تخايب روحك كذا، يعني عقدوك يمرضوك فهمت، يعني ما تخرش عليك ما خيبها فهمت، يعني ولا مثلا تصبغ شعرك ولا تعمل مشطة معينه مثلا في شعرك، تحب كي سوا مع تكوكين. ما لاحظتش في المجتمعات نتاعنا ما يحبوش ما يحبوش الجمال، الا غال يحبوا السواد، يحبوا اللباس الاكحل، يحبوا الدينيه، ما يحبوش الموسيقى، ما يحبوش الفرحه، ما يحبوش فيستيفال في الشارع، يتعديوا يسبوا ولا يخربوا ولا يكفروا. انا نعرف موسيقار في المدينه اللي نسكن فيها عنده جيتار الكتريك تونسي، ديما يعزف غنيات حكايه ساعات تحت الياسمينه في الليل وكل شيء، انا كي نسمعهم كان نفرح ياسر، على خاطر هذيا حكايه من بلادي نحن لها، كي نسمعها نفرح ياسر ياسر فهمت، ونبدا نقول لاصحابي اغزر شوف هذيا راهو تونسي هذيا، معناها متفخره بيه. دغنيغمون نعرضوا في الشارع يصيح ويعيط ومتغشش، قلت له شفما؟ قال لي فديت، كل مرة يتعدي ويسبوني ويكفروا فيا ويرميوا عليا في الشقوفات،
قلت له صلعني بيه دي معناها رانا برشا نحبوك وواصلك وشي إباما. كان نهار ذيك مريتوش في البلاصة ذيك رغم اللي ديما يقعد ويبدأ يعزف والناس كل عاملة جو عليه معروف على غل منحبو كان حزن. وهذي نرى الدين كالعادة هو سبب متاحة ظواهر هذي. معناتها الدين نعرف احنا الدين خاصة الإسلام فهمت الدين خطر الأديان كثيرة يدخل روحه في الشقيقة والرقيقة فهمت. لكن خليني معناتها نفس هذا السؤال نرجع لأنت شخصيا، هل تعرفت المحقرانية أو ما يسمى إرهاب فكري من طار داخل العائلة متاعك ولا في المجتمع؟ كانت تحكينا بعض الحالات حاجات عقدتك حاجات ما تنساهمش حاجات مرضتك نفسيا فهمت، فقدتك ثقة في روحك أنت كأنثى ولا أنت كإنسان، أنت كإنسان بحد ذاته؟ ما نعرفش ما نستحضرش طوى في عائلتي المصغرة. أنا قلت لك معني أخواتي بنات ما فماش لحكاية بيا، ما كنتش في البدر ساي نعرفش. أنت ما تنجمش تلعب كورة مثلا معنا على خاطرك طفل مثلا حب تلعب مع أصحابك ولا باهي فما موجودة. صور برشا بنتي تعرض الحاجات أكثر كيما هكا مني أي. ولا أنك ما تخرج زادة مع في الليل زادة وحدك تبدأ ترعش خايف تبدأ تغزر يمين يسار خوف أي انطوك طفلة مش كيما طفل في مجتمعنا بتبيع. ولا كيف تبدأ تسوق المرأة يا بهيمة خاطرك مرأة أي سياقة في تونس يعني معناتها أنت معناتها نسأل نحاول طبعا معناتها نختم الفيديو هذه نسألك سؤال معناتها بصفة عامة، هل تعتبر اللي وضع المرأة ووضع الحريات تحسن بعد الثورة ولا قبل الثورة أو الانتفاضة؟ أنا مسميهاش ثورة نسميها انتفاضة. يعني تحسنك أكثر أمان توا في تونس وأكثر حرية ولا قبل؟ شنو رأيك حسب رأيك؟ والله هو راهو الثورة خلتنا نطرحوا دي سوجي ما كناش نطرحوها له مسألة نعرفش أنا الشذوذ الجنسي والنقاب والحكاية الذومة يا هكا معناها اون كونتيتي كبيرة فرد مرة متاع دي سوجي في المجتمع واللي هي نرى ظاهرة بوزيتيف أكثر من اللي هي نيجاتيف. رغم اللي برشا يقولوا مش وقت وهذية وسياسة أهم ودرشنوة أما اللي حاجات يزم نطرحها ويزم نقشوها مش بشوية بشوية نعالجوها نلقاو لها حل. أنا نرى أنه بشوية بشوية تتنحى ذيك التمييز كان معناها نوروا الفكر وكان نتعلموا نفكروا الجينيراسيون الصغيرة متاعي نتصور معناها فيها أنقص عقد ومشاكل ما نعرفش قاعد يتحسن أما بشوية من بريتم مش سريع أما خير. يعني تشوف اللي معناتها الثورة على الأقل رغم كل المشاكل اللي موجودة ورغم كل الأزمة الاقتصادية وأزمة كل شيء يعني طرحت مواضيع ما كناش نطرحوها قبل انهم يعني تعتبر لهذا توا اللي قاعد يقع في تونس هو عبارة على صراع فهمت صراع وجودي الفكر اللي باش يكون افضل واحسن واللي باش يخدم اكثر هو اللي باش يسيطر على المجتمع التونسي. اي قاعدين معناها قاعدين مازلنا ما نعرفوش روحنا نحنا شنو في تونس بعد الثورة قاعد اللي يقول احنا رب واصلا نحن مش عرب احنا مش عرب اي انا عمرنا ما كنا عرب مازلنا مش عارفين رواحنا مازلنا قاعدين نعطيو في ديفينيسيون تونس ويزما تكتب بأقلام صحيحة بالفكرة الصحيح ما تكتبش بتاريخ غلط ونورمال يلزم كل واحد يلعب دور ويلزم كل واحد يتكلم وما يحشمش وما يسكتش. انا ذيك علاش حبيت نتدخل زيدا هنا. شكرا انتوكا على التدخل.
نتاعك. شكرا على واجب، هذا واجب نتاع كل فرد بالحق. يعني انت تشجع الناس باش تتكلم. اي ممكن انا يسمعني واحد في الفيديو ذوما كان يفكر كيفي ولا مش متبهلهم الحكايات الظواهر الاجتماعية ذوما واللي يفكر. وانا كان واحد بركة. احنا نقولوا دي لازم الانسان يتكلم، فانت ما يخليش في قلبه يفكر بصوت عالي. اي الوسائل الكل المتاح الكل، خاصة في المجتمعات متاعنا، فانت تلقاهم عندهم عقدة البدن بطريقة غريبة ياسر، فهمت؟ يعني العقد يعني ما عندهمش ثقة في رواحهم، فهمت؟ رغم اللي معناتها تشوف انت مثلا في اوروبا، خاصة في هولندا، باهي في هولندا اكثر الحكاية، ما نعرفش في المانيا كيفاش، ولا في فرنسا، في فرنسا اقل في مناطق معينة، ولا في انجلترا ولا حاجة، اما في هولندا ما فماش مسألة عقدة البدن، يعني خاصة ما يسمى بالنيوديزم، فهمت؟ النيوديزم امر عادي موجود في هولندا، فهمت؟ اكثر حريه، يعني الانسان ما عندوش عقده من البدن نتاعو، فهمت؟ مهما كان ما ينظروش العبد على الشكل نتاعو، بينما احنا تلقى واحد عنده حتى عيب صغير، حتى عين ولا شعر احرش ولا كذا، يبداو يتمنيكوا عليه، ولا لونه العنصريه، فهمت؟ يعني يطيحوا له قيمته، يعني يخزروا ياسر للاشياء هذه. يعني انت توا معناتها تتعامل معناتها ما ذكرتليش امثله، ولكن هل انت معناتها استطعت ان تعي المشكله هذه في تونس ولا؟ اي انا قلت لك زاده من ضمن المشاكل، لانه التربيه على الاسس الدينيه تخلي واحد زاده معقد من جسد نتاعو. قلت لك انه كي تقول طفل صغير ما تسلمش على تاتا ما تبوسيش، فهمت؟ واللي هو عنده المراه حاجه غريبه وانه يلزم تخبيها، تولي مستغ، معناها كيما حكايه ما نعرفش، تقول تعطي الواحد صندوق وعمرك ما تحلوش، باش يكون عنده فضول اللي يولي كي يركب في البترو يبدا بحذاه مرأة يبدا يرعش بكله، فهمت؟ اي ملاذ يولي مريض، يعني كيما في القرآن وقت يقول لك اسكن الجنة ولا تقرب هذه الشجرة. يعني اكزاكتومو هذاك علاش نوليو نراوها اوبجي سيكسوال، نوليو نراوها كيف معناها بس للنكاح. انت ما عندكش عقدة معناتها من ناحية الجسد، ما كونوا لكش عقدة في الصغر متاعك ولا حاجة؟ لا الحمد لله لا، ما هاني قلت لك تجس كي نطلع في المترو ولا هكا غابتي في الشارع ولا مثل بس سروال محزوق على خاطر يغزروا لك، اي تتقلق من نظرة المجتمع، اما من الأسرة لا الحمد لله لا، أسرة مرتاحة يعني. اي مرتاحة. المهم سارة عندكش كلمة أخيرة؟ اي به انا ننصح انه الوالدين ما يعطيوش افكار ويسقطوها على صغارهم، يخليوهم يفكروا، يخليوهم يعبروا ويسمعوهم، وباش يكون شخصيته وحده، ويحيطوا الاب والام جست ينصحوا، ومعناها ما فماش حد يتملك الحقيقه، وما فماش شكون يسخيب روحه هو طريقه الصحيح، راه كل واحد وزاد طريقه فهمه للاشياء، وهذه اللي تخلينا نجم نبنيو مجتمع عارف روحه فين ماشي، ونولدوا نخلقوا ناس مبدعين ومفكرين. هذا هو. شكرا سارة على هذه المقابلة، ونتمنى تكون في مقابلة أخرى ناخذ موضوع معين معناتها يكون على حسب رغبتك ونحكي فيه، ونشجع كان هناك أشخاص أخرين معناتها يحبوا يعملوا مقابلة أو يحكيوا في بعض المواضيع، ينجموا يتصلوا بي سواء على الفيسبوك سواء في اليوتيوب. شكرا سارة وبسلامة. شكرا على واجب عايشك. شكرا وبسلامة ومع فيديو. شرفت بمعرفتك وبسلامة.